ولادة عذراء وحمل من دون ذكر، أنثى تمساح عمرها 18 عاماً تعيش في إحدى الحدائق بكوستاريكا، لم يقترب منها ذكر منذ 16 عاماً، تثير حيرة العلماء بسبب وضعها بيضة تحتوي جنيناً مكتمل النمو. هذه الحالة تسجل علمياً للمرة الأولى لدى التماسيح. التوالد العذري الاختياري عملية تتطور بها البويضة إلى جنين دون إخصاب بالحيوانات المنوية، وتم توثيقها في أنواع من الطيور والأسماك والسحال والثعابين، لكن لم يسجل العلماء هذه الحالة من قبل بين التماسيح. التحليل الجيني للأنسجة المأخوذة من جلد الأم والجنين الذي وجد ميتاً داخل البيضة أثبت وجود تطابق بنسبة 99.9% بينهما، ما يؤكد أن النسل ليس له أب.